ثلاث جبهات، صار يرمى علينا قنابل غاز مباشرة، هذول أدى إلى سقوط ثلاثة على رأسي، وتم دخولي العناية ثلاث ساعات ونصف، ودخلت المستشفى ما يقارب 8 أيام لأني خدت إذن علاج، ورحت كملت مسيرتي كمتطوعة وكمسعفة أنقذ أبناء شعبي. يومها استهدفوني بقنبلة غاز مباشرة في إيدي، وبرضه كملت شغلي، اسعفوني ميداني وكملت شغلي. تاني جم بعديها بجمعة برضو استهدفوني في قنبلة غاز مباشرة في رقبتي في المقتل، برضو أدت إلى الإغماء علي، ولكن هذا الإشي بيزيدنا عزيمة وإصرار، ورح أكمل الطريق.